فكرة إن الدولة أساسا بتسعى إلى التحول من على فكرة من سنة يمكن 16 والحديث يعني في كل مستمر. الموازنات، في كل الموازنات لما نقراها نلاقي إن الدولة تسعى إلى التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، لكن في الفترة بتاعت 16 كان في التعويم، التعويم كان صاحبه تضخم شديد وصل ل 35% سنويا. طب ال 35% في الوقت ده كانت لا تسمح على الإطلاق بأي تفكير اقتصادي انك تقول ان انا اطبق دعم نقدي. ليه؟ لان دعم النقدي يساوي زياده في عرض النقود. طب زياده في عرض النقود في ظل التضخم يبقى انت هتزود التضخم اكتر، يعني ممكن تخش في تضخم حلزوني، لا انت كده هتخش في مشاكل كبيره، يبقى ارجئ موضوع التضخم الدعم النقدي، لان دوت لابد ان يكون في فتره نسبه التضخم فيها ثابته او على الاقل متراجعه. احنا دلوقتي في فتره فيها نسبه تضخم متراجعه، فيمكن الحديث عن الدعم النقدي، لكن احنا بنقول ان الدعم النقدي لازم قاعده بيانات قويه جدا، لان لازم يوصل لمستحقين. انت بتتكلم على حدود كفاف اللي بيستحقوا هذه الامور بيعيشوا بيها، فانت بتتكلم على واحد لو انت منعت عنه ممكن ما يعرفش يعيش، ممكن يجد صعوبات في انه يعيش. طيب الناس اللي محتاجه هذا الاحتياج لازم يبقى عندك قاعده بيانات دقيقه. طب قاعده البيانات الدقيقه لازم تكون جاهزه، لازم تكون في اليه مختبره، ما تجيش اطبقه على عموم الجمهوريه دفعه واحده، لكن ممكن نطبقه زي ما بنشوف الصين لما بتيجي تطبق اي منظومه اقتصاديه جديده بتجربها في احد المحافظات او الولايات. نفس الحكايه عندنا، احنا عملنا الكلام ده فعلا في بورسعيد في منظومه الصحه، التامين الصحي الشامل. طب في التامين الصحي جربناه في بورسعيد، وفي الخبز نفس الحكايه في البدايه. طب نعمل الكلام برضو في موضوع الدعم، نجربه الاول في احد المحافظات ثم نعيد تقييم التجربه ونشوف الديفوهات اللي طلعت فيها، المشكلات اللي طلعت فيها نعالجها وهكذا. هو ايه المقصود بالدعم المادي المشروط او الدعم النقدي المشروط؟ الدعم النقدي انك مشروط بانك تشتري، إن اولا هو لسه طبعا ما اعلنش بشكل كامل، لكن ما افصح عنه الوزير علي مصلحي انه ان هذا الدعم يعني بيتطلب مجموعه من الشروط، انك بتشتري سلع معينه من البقالين او من المجمعات او من السلاسل فانت بتقدر تشتري منهم باقي الدعم بتاعك، او انك تشتري الخبز زي ما انا قلت بتدفع 5 قروش وال55 قرش بقيه التكلفه اللي اعلنوا عليها حتى الان، واللي ضيفنا الكريم عاوز ان احنا يعاد النظر في هذه التكلفه. لكن مبدئيا الفكره كلها ان المواطن هيدفع جزء يتسحب نقدا وجزء يتسحب من البطاقه بتاعته. طيب انا من كلام كمان يعني الحقيقه استاذ حسن استاذ عطيه احنا كده برضو تهنا شويه، لما هو في النهايه برضو هيتحدد بسلع معينه وحاجات معينه، ايه يعني من وجهه نظر حضرتك وحتى كمواطن قبل ما اكون رئيس شعبه مخابز القاهره، ايه اللي هيفرق من انه يروح ياخد السلعه او انه يروح ياخد بالفلوس دي تقريبا نفس السلعه اللي كان هياخدها برضو؟ بص يا دكتوره، الدعم النقدي المشروط على حسب ما احنا قعدنا كذا جلسه وخصوصا مع السيد الدكتور علي مصلحي، الدعم النقدي المشروط ده ليه سموه مشروط؟ هو كان الاول كانوا مسمينه موجه وبعدين رجعوا قالوا لا مشروط. المشروط ده ليه؟ لان هو النهارده بيجبر المواطن ان هو يا ياخد يا سلع زي ما قال حسن بيه، ياخد رغيف خبز مدعم ب5 قروش، ده الشرط بتاعه. وانا اعتقد ان الدعم النقدي المشروط ده دي المرحله اللي قبل الاخيره عشان يرفع الدعم، بس يرفع الدعم امتى دي بقى في علم الغيب، لان هو لن يجرؤ ان هو يرفع الدعم في الاوقات الحاليه ولا في الاوقات المقبله، ولانه هيفضل دايما في مستحقين وان كان في مساله يعني تشوه شويه. لما نيجي بقى نشوف المشروط ده النهارده الفئه اللي هي هتبقى مستفيده جدا من الدعم النقدي المشروط ده، اللي هي الفئه اللي تخضع للضمان الاجتماعي، اللي هي بتصرف كل شهر مثلا ضمان اجتماعي 400 جنيه 500 جنيه، فلما يبقى معاه 500 ومعاه كمان 400 على البطاقه بتاعته بقى معاه 900 جنيه هيقدر يساير المعيشه بتاعته ويقدر يعيش. لكن النهارده انا بعترض على موضوع ان هم كل وسائل الاعلام تناولت ان رغيف العيش بقى ب 60 قرش. بأمارتي احنا عشان كده حضراتكم معانا هنا تصلحوا الحمد لله ما قلناش. ما انا بقول بأمارتي بقى الرغيف في العيش انتوا حددتوه ب 60 قرش، ما حدش قاعد معانا عشان يقول تكلفه الرغيف كام.
يعني هي شعبة مختلفة أو شعبة معترضة على تقديره ب 60 قرش تقدير تكلفة. أنا مش معترض على السياسة، لا أنا تقدير بيتوقف على حاجات كتير. أنا بقول النهاردة اديني حقي واخد حقك. أنا لو وديتني حقي في الريف الخبز أنا هدي المواطن حقه والدولة تاخد حقها. ده يعني معادلة سهلة وبسيطة جدا. يعني هو الرغيف تكلفته كام يا فندم؟ في ايه دلوقتي رغيف تكلفته كام؟ هم محددينه 60 قرش. 60 قرش آه؟ لكن حضرتك بتقول ان هو هيتغير على حسب المعطيات. 60 قرش دي بقالها كام قد ايه وقت؟ والنهارده احنا دخلنا في 3 سنين فما فوق ما تعملش تكلفه رغيف الخبز. كل اللي تعدل في تكلفه رغيف الخبز هو ارتفاع سعر السولار، لان دي الدوله اللي بتحكم فيه، والارتفاعات دي ارتفاعات عالميه. طب ممكن اسال حضرتك من خبرتك كده ومن المعطيات على ارض الواقع، تتوقع انه لو زاد هيبقى قد ايه؟ بص حضرتك النهارده انا ما اقدرش اقول زاد قد ايه، وما اقدرش اقول الحدود قد ايه. تقديري كده ما اقدرش اقوله، لازم في معطيات النهارده كتير جدا. يعني حاجه صدرت جديده خلال الاسبوع ده وهتطبق من قبل السنه دي، اللي هو قانون التامينات اللي انا بقول على حضرتك عليه ده. يعني النهارده رموح هدفع كل شهر مبلغ حوالي 187 جنيه ونص، ده كله مين هيتحمله؟ أنا؟ لا، لازم ده تكلفة الرغيف. العامل النهارده هل هو هيدفع 110 جنيه كل يوم من عرقه عشان التأمينات؟ يقول لك لا بقى لها تأمين، وأنا كمان كصاحب عامل أقول لا مش هأمن على العامل، أدفع ليه؟ ما دخلنا في حتة تانية. لكن النهارده إحنا كنا الأول تكلفة التأمينات ديت كانت بتخش على شوال الدقيق، وكانت هيئة السلع التموينية هي اللي قايمة بتحصلها على جوال الديك وعلى كل شوال حوالي ربع جنيه تقريبا. وكنا احنا ما بنحسش باي حاجه، لان هي كانت هي السلع كانت بتقوم بالباقي كله. النهارده بقى في تكلفه وصريحه وواضحه، مين اللي هيتحملها؟ الرغيف. طيب في الحاله دي